والاستسلام العقلي لمن يقود او لمن يدفع. يعني الغاء العقل، ان تلاقي هذا منساق، يعني يمكن ان ينساق، والعلم معظم مش معظم، كل الجماعات، كل ما يقع في جماعات تنظيم الاسلام السياسي او الجماعات الارهابيه او حتى الايديولوجيه والطائفيه والمذهبيه تعمل على تغييب العقل، يعني على ان انت تسمع وتطيع لمن يقود، للقائد الاعلى، سمعا غالبا في كثير من المواطن، سمعا لا يراد له ان يفكر، وعندما يفكر يطرد من الجماعه او يستبعد او يقصر. فاحنا عايزين الهدف العقل يتحول من عقل مقلد او من عقل تابع او من عقل منقاد او من عقل منسحق الى عقل واعي مفكر ناقد يفكر فيما يطرح عليه.